خلينا ناخذ كده شويه اخبار طبيه. طبعا بجهود موحده من علماء المان وبريطانيين وامريكان توصلوا الى ابتكار تكنولوجيا جديده قادره على اكتشاف امراض السرطان والقلب بسرعه اكبر، مما يخفف اكيد عن المرضى الانتظار الطويل اللي ممكن انه يمتد لاسابيع. الفحص الجديد اللي بيحمل اسم، ركزوا معايا، كريسبرزم، ممكن أنه تتوصل لنتائج الإصابة بأمراض السرطان والقلب خلال يوم واحد، والفحص أيضا قادر على التعريف بكمية المادة المسببة للمرض في العينات. من الأمراض كمان الأكثر شيوعا لدى الرجال هي غدة البروستات، وصار ملحوظ في السنوات الأخيرة من قبل الأطباء أنه لا يصاب بها فقط كبار السن لكن صغار السن أيضا، وبالتحديد فورا من بعد سن البلوغ. ومن أبرز المشاكل اللي بتصيب الغدد هي الالتهابات، اللي في حال ما تم معالجتها بشكل صحيح ومبكر ممكن أنها تؤدي لمشاكل أكثر خطورة. إحنا حنتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع خليل والدكتور عادل خليل. طبعا سارة، وأكيد ينضم لنا الآن الدكتور عادل خليل، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة. أهلا وسهلا فيك دكتور ومنورنا، ويعني بحضورك موضوع جدا مهم. إيش هي الأسباب نقدر نقول اللي دائما بتأدي أو تؤدي إلى مشاكل في غدة البروستات؟ هو في الحقيقة غدة البروستات هي مثل ما ذكرت في التقرير الآن، الشائع هو إصابة الرجال بسن متقدم، ولكن في الحقيقة تظهر المشاكل في بداية العمر، لأن مكان تواجد البروستات، هذه الغدة اللي حجمها مثل حجم حبة الجوز، تتواجد في أسفل المتانة، يمر بها قناة ناقلة للبول من داخل الجسم إلى خارج الجسم، وكذلك في قناة أخرى تنقل السائل اللي هو مسؤول على الإنجاب، تمر بهذه القناة، فبمعنى أنها مرتبطة بقناتين مهمتين، نقل البول ونقل السائل. طيب الآخر دكتور، إيش نقصد ببداية العمر؟ بداية العمر هي حقيقة من بداية سن البلوغ، لكن بالإمكان أن تصاب البروستات حتى قبل ذلك نتيجة لتكرار التهابات المسالك البولية العادية، التهابات المتانة، لأن القناة هذه تفتح داخل البروستات، فتعرض البروستات لهذه البكتيريا أو هذه الجرثومة داخل البروستات تغير فيها تفاعلات. أحياناً مناعة الجسم تقاوم الشيء هذا، ولكن في بعض الأحيان تؤدي إلى التهابات مزمنة. طيب إيش هي المشاكل اللي بتؤدي نقدر نقول صغار في يعني تحديدا نتيجة غدة البروستات؟ هي في البداية حقيقة عند صغار السن بحكم المناعة تظهر الأعراض بسيطة، ولكن كالأعراض بشكل عام هي عبارة عن حرقة في البول أو صعوبة في التبول أو قطرات، نزول قطرات البول بعد إكمال التبول، في احيانا تصل الى نسبه او تصل الى وجود دم في البول، بما ان كذلك البروستات نائمه على منطقه عصبيه في منطقه الحوض، تؤدي الى اوجاع في اسفل الظهر في منطقه الاعضاء الخارجيه للجسم، وكذلك منطقه اللي هي اسفل البطن. طيب يعني هل صحيح دكتور ان هذا الشيء يسبب عقم للشباب؟ إذا نظرنا إلى غدة البروستات أو فهمنا وظيفة غدة البروستات، هي إفراز السائل بنسبة 85% من السائل المسؤول على تغذية وحركة الأجسام المسؤولة على الأخصاب، بمعنى إذا كان هذا السائل غير مهيئ غير جيد ملتهب أو احتقاء البروستات محتقنة، فهذا يؤدي حقيقة إلى تشوه هذه الأجسام المسؤولة على الأخصاب، فحتتكسر، مش حتأدي وظيفتها بشكل مباشر لعملية تلقيح في نهاية العمر. طيب من الأعراض اللي ذكرتها دكتور يمكن الحرقان، يمكن الحرقان حتى في الوضع الطبيعي اللي قلة الماء يمكن يسبب هذا الحرقان. في أحيانا قلة الماء يسبب هذا الشيء صحيحا، ولكن الشيء اللي حبينا ننبه عليه هو أن تكرار حرقة البول، تكرار عدم صعوبة أحيانا في التبول، الشعور في صعوبة في التبول أو أوجاع في منطقة الخارجية للرجل أو منطقة أسفل البطن وأسفل الظهر، هذه حقيقة يعني انذار أولي لأعراض أو احتقان البروستيت، اللي ممكن بعد عشرات سنين، يعني إذا بدأت المشكلة في سن 15 أو 16 سنة، لما يصل هذا الإنسان إلى 38 أو 40 سنة تبدأ الأعراض متقدمة جدا، وتكون أعراض لها
حتى طريقة العلاج تحتاج إلى فترة طويلة من العلاج. طيب دكتور، قد تكون المشكلة موجودة وما تظهر فيها أعراض؟ طبعا هذا يسموا فيها اللي هو احتقان البروستات أو التهابات البروستيت المزمنة، بمعنى الإنسان يتعرض لالتهابات متكررة وبسيطة، لكن بحكم المناعة في هذه السن تكون الأعراض بسيطة جدا فيهملها الإنسان. وأنا أعتبرها حقيقة هذه من أخطر الأشياء، لأن الالتهابات الحادة في غدة البروستات هذه انذار مباشر للشخص، مباشرة يبحث على علاج، يذهب إلى أقرب وحدة صحية بحيث أن يتلقى العلاج مباشرة، لأن يكون في حرارة، حمى، آلام شديدة. لكن الالتهابات المتكررة تكون بسيطة جدا، بدرجة أن أحيانا تستيقظ مرة واحدة بالليل، أحيانا تكون عندك حرقة بعد التبول أو حرقة في أثناء التبول، أو ألام في عند الجلوس لفترة طويلة في منطقة الحوض. هذه هي كأنها انذار أولي بأنك لا بد من أنك تبحث على طرق لتشخيص هذه المرض. طيب دكتور، إيش الفحص الطبي المناسب في مثل هذه الحالات؟ حقيقة هو الفحوصات هي عبارة عن شيء ستاندرد، يعني بمعنى هو السيرة الذاتية أو السيرة المعلومات اللي أخذها الطبيب من المريض هي حقيقة تصل إلى 70% من طريقة التشخيص. يعني المعضلة إذا أخذنا فقط فترة وجيزة، بمعنى إذا كان الإنسان يشتكي من سنوات متقطع، إذا سألناه فقط المريض أو ركزنا على فترة اللي هي أسبوع أو 10 أيام الأخيرة قبل زيارة المريض الطبيب، فهذا ما يؤدينا إلى 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 التشخيص الدقيق. بالإضافة إلى إجراء بعض الاختبارات سواء كان فحصات الدم، ولكن أركز أكثر على فحص اللي هو غدة البروستات نفسها، سائل البروستات نفسها بطريقة معينة. وفي هناك حقيقة اللي هو صورة الألتراساوند، ما يعرف بالسونار. الطريقة المتبعة حقيقة بشكل عام في معظم بأكثر المستشفيات أو بأكثر الوحدات الصحية هو الوصف البروستات كغدة موجودة عند الرجل. إحنا حقيقة محتاجين إلى وصف دقيق جدا، تركيبة البروستات كتركيبة الخلايا داخلها، يعني تركيبة النسيج نفسه، هل نسبة السوائل فيها زائدة أو لا، تبين عندنا بصورة صورة الألتراساوند، هل في كالسيفيكيشن معين في داخل قنوات البروستيت، هل الغدة الثانوية اللي خلف البروستيت فيها توسع، فيها السائل اللي موجود فيها هل هو سائل نقي أو سائل فيه تكلسات عالية. طيب دكتور، احنا تعودنا دائما أن ارتباط الأمراض بأمراض وراثية، دائما يقول لك هذه وراثية، البروستات أو غدة البروستات تعتبر من الأمراض الوراثية بالنسبة للالتهابات. والالتهابات أو احتقان البروستات حقيقة ما لهاش علاقة بالوراثة، بس في بعض الأمراض الأخرى مثل السرطان وغيرها في نسبة تكون لها علاقة. طيب بشكل سريع، العلاجات المناسبة مثل هذه الحالات كم؟ بالنسبة لحالة العلاج هي تختلف من شخص إلى شخص، ولكن بشكل عام عند وصلنا للتشخيص كل حالة إذا في احتقان علاجها لوحده، إذا التهاب واحتقان علاج الالتهاب دائما يكون علاج يا بكتيري نتيجة البكتيريات أو نتيجة الفطريات أو نتيجة الفيروسات. يعني العلاج يختلف من شخص لشخص، أحيانا نحتاج إلى موجات تصادمية، أحيانا نحتاج إلى تبخير بالطريقة الحديثة للرزوم، تبخير المنطقة معينة بحيث أن نوسع القناة. المهم في كل طريقة يختلف عن الطريقة الأخرى حقيقة على حسب الحالة المريض نفسه. طيب كل شكر لك دكتور عادل خليل، الاستشاري في جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة.